لكن قبل ما ندخل على الفن، انت 81 تخرجت من كلية الطب بالظبط، ومارست الطب حوالي 11 سنة. خدت ماجستير اطفال، وكنت بعمل دكتوراه، وحضرت الرسالة، والتقيت بالمجنون العبقري خيري بشارة، فتركت الطب. انا كنت اسألك عن نقطة التحول، يعني حصلت ازاي؟ ايس كريم في جليم، كنت رايح اكتب اغاني الفيلم، ثم تصادقنا انا وخيري بشارة صداقة يعني انسانية، وطبعا خيري لما بنعمل ايس كريم في جليم، يعني اللي اتعمل عنهم الفيلم هم تقريبا جيلي، انا اكبر من شوية، فخيري ذكي يعني في الاختيار. كان سهل قرار انك تسيب الطب، وانت اللي عندك يعني طلعت واشتغلت مع ماجستير وباخد دكتوراه. الحقيقة لازم اشكر مراتي، لان ده قرار ما ينفعش تاخده لوحدك، وانا كنت متجوز وعندي ولد وبنت اللي عمر وسارة، وآية جت سميت على اسم بطلة ايس كريم في جليم، اتولدت قبل الفيلم باسبوع، فانا يعني ايه متزوج واعول زي ما بيقولوا، فلازم يبقى القرار مشترك يعني. وهي حاجة يعني عظيمة منها ان هي تحس ان هي واقفة في ظهرك، واعمل اللي انت بتحبه. بس طبعا عشان الناس برضو تبقى متخيلة ان انت ما ينفعش فجأة كده تقول انا فنان، واخد بالك، وتروح سايب هندسة واكل عيشك. لازم اثبت ان انت فنان وناس عايزاك. الخربشة دي بدأت عندك من امتى؟ الكتابة؟ لا ده من تالتة اعدادي بقى، وكراريس المدرسة، واول مرة وريت لسام الله يرحمه شعر انا كاتبه، وقال انت هنهزر مع بعض، انت سارقه. والله لا والله قلت له والله يعني يا ابي اول ما كتبت كنت بقعد اسمع اغاني اذاعة ام كلثوم ونص جميل عزيز وبتحاكي يعني. يعني ده كان رد فعل سامي العدل. ما وديته بقى بص كده قال لي مين اللي كاتبه؟ قلت له، قال لي احنا يا ابي، كنت بقول له يا ابي، قلت له يا ابي والله انا اللي كاتبه. قال لي طب ده انت بتكتب كويس. بس هو شجعني بقى، وهو اللي دخلني طبعا هذا العالم يعني. فانا طبعا كنت بكتب شعر وكل حاجه لغايه ما وانا بتخرج، وتخرجت وكتبت اغاني وكل ده ماشي اوكي. شعر السينما تحديدا ما كنتش انفع اسيبها او اخش فيها الا لما اسيب الطب. سيب الطب ما ينفعش. طيب. يعني احنا هناخد بقى الافكار الكبرى اللي انت اشتغلت عليه. يعني خلينا الاول نسمع من ايس كريم في جليم الاغنية الايقونة بتاعته. سمعونا كده يا شباب.